مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال والمدراء رحبوا معي بالأستاذ عبد الله المدير لفرع مس ماكس في دبي. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا فيك. أستاذ عبد الله، بالبداية بحب أتعرف عليك ونعرف المشاهدين أكثر عن بداية حياتك العملية في دولة الإمارات في موضوع إدارة المس ماكس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله خنجي وياك، حياك الله. الله يسلمك. ونزلت الإمارات سنة 2000 برمضان سنة 2000. ما شاء الله 21 سنة تقريبا. نعم، اشتغلت تقريبا 5 سنين في أبوظبي وانتقلت إلى دبي بعده، وإن شاء الله مستدامين بالبلد، بلد الأمن والخير، وفيه كل خير، يعني كل خير فيه إن شاء الله. نشتغل بالقتال تجزية والجملة، وأنا مدير بالقسم الجملة اللي هو الهولسيل. هولسيل، نعم. هولسيل مس ماكس أكسسوريز. جميل، خبرنا أكثر عن مس ماكس، على الخدمات السيرفيسز اللي أنتم بتقدموها للمجتمع الإماراتي. تفضل. أول شيء نحن نركز شو الزبون والناس مستفيدين منها، الأسعار والكواليتي، يعني الجودة البضاعة بتنافس بسعره، وكيفية نتواصل مع الزبون. هذا أهم شيء عندنا، وعندنا شعار كما موجود اللوجو تبعنا، say think do to grow. it's like حلو الشعار، حروب معبر ترى الشعار. كمان دوم نركز فيهم، فكر عدل، كلم عدل، صحيح، وعمل عدل، يكون الشغل عدل، يكون الشغل عدل، وترتفع وتنمو، يجرو، تزدهر، تزدهر، نعم، ما شاء الله عنا. هذا الشعار الرئيسي عندنا، ودوم نركز فيهم، ودوم نتابع، نتابع هذه الخطة من زمان. من زمان، ما شاء الله عنا. طبعا أستاذ عبد الله، في 20 سنة الماضيين أكيد أنت رجل صاحب خبرة، صاحب experience person، فكيف قدرت تعمل إدارة لمس ماكس كبرانش كهول سيل؟ كيف كانت إدارتك؟ شو اللي ميز إدارتك عن باقي الإدارات الأخرى؟ يعني في هلا عندك، أنت عرفت أنا شو قصدي؟ إنه أنت كيف تميزت؟ شو الإشي اللي موجود عندك مش موجود عند الآخرين؟ تفضل. أهم شيء اللي موجود عندنا، تتوقع موجود على الوايدين من رجال الأعمال بالسوق الجملة، نحن نتعامل مع زبائننا مع الآخرين بالثقة. هذا أهم شيء، والأمانة. حلو، الأمانة والثقة، كما نحن نعطي الآخرين بالدين بالشيكات، هذا سر النجاح عندنا. جميل جميل، ما شاء الله. طبعا احنا بنتمنى لكم التقدم والنجاح اكثر واكثر، لانكم استاذ عبد الله انتم بتستاهلوا تكونوا ناجحين بحياتكم. الان خلينا نعرف خطتك للمستقبل، وين بتشوف حالك بعد سنتين من الان؟ شو مفكر تعمل هلا؟ يعني بلشنا بوظيفه بابو ظبي، انتقلنا الى دبي، والان مستلمين كاداره مس ماكس بالهول سيل. فخبرنا بعد سنتين وين حنشوفك ان شاء الله؟ ما ظل إن شاء الله موجود بالهني، وبالقريب إن شاء الله نفتح الفرع بالعمان إن شاء الله. قريب القريب القريب إن شاء الله، وخطة ثالثة إن شاء الله نفتح الفرع باللندن إن شاء الله. طبعا هذا قريب بالعمان ممكن بهذا تقريبا 3 شهور، وباللندن إن شاء الله يكون بعد السنة. بعد السنة الخطة موجود إن شاء الله، ونركز بهذا، وإن شاء الله بعد السنتين يكون عندنا 3 فروع ان شاء الله. طبعا احنا بنتمنى لكم هذا الشيء، لاني انا متاكد I am sure that one day I will see you in all of the world. ان شاء الله، because انتم بتستاهلوا عن جد تكونوا هيك.
الآن أنت بتعرف إحنا عايشين بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة الرائدة بنعمة الأمن والأمان، بالاستثمار، بالرفاهية والسعادة والبيئة الاستثمارية. فإحنا لازم نتوجه برسالة شكر بسيطة لشيوخ حكام دولة الإمارات من مس ماكس ومن المدير الأستاذ عبد الله، كرسالة شكر بسيطة لشيوخ حكام دولة الإمارات على رأسهم الشيخ خليفة بن زايد، الله يطول بعمره. تفضل. وأشكر يا شيخ خليفة بن زايد حفظ الله، وشيخ محمد بن زايد، وشيخ محمد بن راشد، نعم، وجميع شيوخ الإمارات، نعم، بنسبة الأمن والأمان، الأمن والأمان والمستوى التجاري اللي هم سواه، بنية تحتية للتجار وللآخرين، لأنهم يعني بنية تحتية ل صحيح صحيح. وإحنا كمان ال لا جميع المستثمرين خلينا نحكي إنهم قدموا البنية التحتية والبيئة الخصبة للاستثمار للازدحار، يعني للازدحار إن شاء الله. إحنا كمان بنتشكرهم من قناة سما العين، وبنتشكرك أستاذ عبد الله لاستقبالك الرائع لنا في الشركة الخاصة بحضرتك، وشكرا لحسن الضيافة. يعني ما شاء الله عندكم ناس كرماء وأجواد ما شاء الله عندكم. الآن أستاذ عبد الله قبل نهاية البرنامج بحب أخذ منك، وين إحنا موجودين بدبي؟ وين اللوكيشن تبع شركة مس ماكس؟ نحن بالسوق الجملة، سوق المرشد، سوق اسمه بدبي هو سوق المرشد، بدبي بالدائرة سوق المرشد جنب المسجد الإيمان، محل مس ماكس أكسسوريز. جميل. طبعا مشاهدينا الكرام، مس ماكس أكسسوريز مقابل أو بجانب مسجد الإيمان، أرقام التواصل في أسفل الشاشة مع الويب سايت واللوكيشن لمس ماكس أكسسوريز. I will thank you again مستر عبد الله، شكرا لك كثير. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا فرايدي اند ساتردي سما العين تي في اند سوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله.